بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ مكملين مع بعض بقية فيديوهات توتوريالز 101 ان ASP MVC. هنتكلم دلوقتي عن الكنترول وازاي اقدر اتعامل مع الكنترول. الفكرة اللي احنا هنتكلم عليها رايتنج كنترول اند اكشن، ازاي اعمل كنترول اند اكشن ومن خلاله اقدر اعمل اندرستاندنج كويس لفكرة الكنترول. زي ما اتفقنا يا شباب، لو رجعنا تعال نفتح فيجوال ستوديو. لو اتفقنا كده مع بعض، احنا المفترض بيكون عندي يوزر، اليوزر ده بيعمل ريكوست، الريكوست ده بقى بينادي دلوقتي على كنترولر، الكنترولر ده بقى عبارة عن كلاس جواه مجموعة من الميثود، الميثود دي فيها اشكال الريتيرن بتاعها هنتعرف عليها دلوقتي، بس من احد اشكال الريتيرن ده شكل اسمه فيو، ميثود اسمها فيو، والميثود بتاعتي دي بقت من نوع حاجه اسمها اكشن ريزلت، والفيو بتاعي المفروض بيروح لحاجه اسمها الانجن فيو علشان يبدا يشوف هيكرييت الفيو بتاعته ازاي عشان ترجع لليوزر في شكل الريسبونس، وديت الصفحه بتاعه. احنا دلوقتي عايزين نتكلم على هاو تو write control and methods او and action. يبقى هنشيل كلمة method وهنكتب مكانها كلمة action، وازاي ان الاكشن ده بيقدر يوصل لفكرة الفيو. طيب تعالى نبدأ مع بعض. هنختار new project وهنخليه من نوع MVC، وهكتب ال MVC controller demo. هنختار التمبلت بتاعنا من نوع MT، والفيو انجن خلاص احنا ثبتناه على فكره الرازور انجن لان هو ده الاحدث، وهبدا اقول له اوكي. طيب نرجع بس فلاش باك سريع كده، هو احنا كان عندنا حاجه اسمها راوتنج، وايه المقصود بكلمه راوتنج؟ هيكون في ديمو ان شاء الله هوضح بيه فكره الراوتنج على الاي اي اس بعد الفيديو ده، بس الاول نفهم القصه بتاعه. يمكن في الترتيب هحط في الفيديو بتاع الراوتنج الاول وبعد كده فيديو الكنترول. المفترض لو انا رحت عند الستار اب هلاقي عندي حاجه اسمها اب ستارت، في عندي حاجه اسمها الراوتنج كونفيجريشن، بيبدا يقول لي ان لما هاجي افتح الراوتنج هروح ادور على كنترول، ده الباتر بتاعي، وبعدين اكشن، والكنترول بتاعي هيكون هوم والاكشن بتاعي يكون اندكس. يبقى انت مطالب دلوقتي بحاجه من اتنين، واحد اما انك تعمل كنترول اسمه هوم ويبقى جواه اكشن اسمها اندكس عشان يبقى الباتر متحقق از ديفولت من غير ما اكتبه، او اني لو غيرت اسم الكنترول سميت امبلوي برودكت ايتمز، يبقى في الحاله دي اخش هنا او ادخل على الراوتنج وابدا اغير كلمه هوم لاسم الكنترول اللي انت عملته والاكشن اللي انت عملتها، تشيل كلمة اندكس وتحط مكانها اسم الاكشن بتاعك. طيب خلينا نشتغل على الديفولت. فانا المفترض هاو تو كرييت كنترول، باجي عند فولدر كنترول واضغط رايت كليك وابدا اقول له اد كنترول. طيب بيطلب مني اسم الكنترول، اهم حاجة ان كلمة كنترول اللي هو مش عامل لي عليها هايلايت او تظليل ما تتشالش، لانه من خلالها دي ريزيرفد وورد، كلمة محجوزة داخل MVC معروف ان من خلالها الكلاس ده من نوع كنترول. تمام، طيب هشيل الكلام ده وابدا اكتب هوم. السكافولدنج اوبشن معناها انت تقدر تبني الكنترول بتاعك ده على ثلاث انماط، طبعا ثلاث انماط هنا وثلاث انماط في الويب API. الثلاث انماط دول ببساطة كده يا شباب، لو كبرنا شوية كده الشكل بتاعنا، عندك النمط الاولاني وهو الامتي MVC، معناه يبقى الMVC فاضي وانا اللي هنشئه من خلال كل حاجه. تمام، او ان يكون عندك انتيتي فريم ورك فانت عايز تعمل ريد رايت اللي هو انسرت وابديت وديليت وسيلكت، الاربع حاجات. تمام، فانت بتقول له انشئ لي الاكشن والفيو اللي يتعامل مع الريد رايت كنترول. تمام، طيب او انك هتعمل ريد رايت كنترول بس ما عندكش انتيتي فريم ورك، انت عندك كلاس بس بيكلمها، وانت بعد كده هتبقى تنشئ الحاجات ديت من خلال حاجه اسمها الكود فيرست مع الداتابيز. تمام، او مش محتاج داتابيز، انا بكلم فايلز، فانا عندي تلات انماط، يا اما يكون فارغ يا اما يكون بيكلم انتيتي وهيعمل لي الانسرت والابديت والديليت والسيلكت بالاكشن والفيو، يا اما بيكون بيريد بس الاكشن،
تمام، لكن من غير داتا سورس موجوده عندي. طب ايه الثلاثه التانيين؟ ده لما نبدا نتكلم عن الويب اي بي اي، عندي فيه شكل الامبتي، وعندي برضو الريد رايت مع الانتيتي فريم ورك او ريد رايت اكشن بس يكون فارغ. يبقى احنا عندنا ثلاثه هندرسهم ان شاء الله في الام بي سي، وثلاثه هندرسهم في الويب سيرفيس لما نبدا نتكلم عن الويب اي بي اي. طيب انا دلوقتي ما عنديش انتيتي فريم ورك لان ما اتكلمتش مع الموديل، فهخليها امبتي ام بي سي وابدا اقول له ايه نتيجه الكلام ده يا شباب. هيبدا يضاف كلاس اسمه هوم اللي هو ده، وبدا ينهرت من حاجه اسمها كلاس، كلاس ده وارث من حاجه اسمها اي كلاس فريم، ومعمول له امبلمنتيشن، وهو ده اللي جواه كل الكلام. يعني انا لو خدت دلوقتي هوم ده وبدات اروح لفيو وافتح الفيو الكلاس فيو واحط هنا كلمه هوم كنترولر واضغط انتر، هيبدا يعمل لي سيرش على الكلاس ده. فلما افتح الكلاس ده قدامك هتلاقي ان له بيز تايب، البيز تايب هو كنترول، والكنترول ده وارث من حاجه اسمها اي مين اي كنترولر، يبقى الكنترولر وارث من اي كنترولر، ده البيز بتاعي، وبعدين موصلني للهوم اللي انا اشتغلت عليه. طيب هوم ده نتيجه الورث اللي هو خده موجود فيه ميثود واحده اسمها اندكس، بس معاه مجموعه فيتشرز كبيره جدا جوه الكلاس اللي اسمه كنترول، ومجموعه الفريم او الانترفيسز اللي هو واخد منها. على سبيل المثال لو انا رحت الكنترول، انا عندي مجموعه من البروبرتي مهمه جدا هنتكلم عليها كمان شويه، زي حاجه زي الفيو داتا، زي حاجه زي الفيو باج. الحاجات دي موجوده فين؟ لما هدخل على البيست كنترول هلاقي عندي الفيو داتا، الفيو باج، التمب داتا، وعلى مستوى الاي كنترول هلاقي عندي الاكسكيوتنج اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، اللي هو بيروح يبص على الراوتنج ريكوست كونتكست. يعني ايه؟ هو انت هتشغل انهي كنترول لما هنادي عليك؟ يشوف المناسب ويبدا يفتح الكنترول فاكتورز، والكنترول فاكتورز ينهرت او ياخد اوبجكت من الكلاس اللي انا بتكلم معاه ويبدا يشتغل معاه. طيب علشان هنرجع للحاجات دي تاني ان شاء الله في التفاصيل، هنرجع تاني هنا ونلاقيه عمل لي حاجه اسمها جيت هوم. يعني انت هتخش على هوم من خلال، طبعا هو عارف ان انا داخل على كلاس الهوم، فبيقول لي من خلال الميثود. يبقى انا عندي هنا شباب مع بعض كده كلاس من نوع كنترولر، هو ده اللي هشتغل بيه. تمام، لازم أن يكون جواه ميثود، والميثود بتاعي بقت من نوع حاجة اسمها اكشن ريزلت، والاكشن ريزلت ديت دايما او في الغالب بترترن لي فيو. تمام، طيب يبقى هو عارف خلاص وعمل هوم وفي ميثود اسمها اندكس. طيب اندكس دي مش المفروض بترترن فيو؟ يعني المفروض يبقى لها فيو. طب انا ما عملتش فيو، تعالى كده الرن ونشوف الدنيا اخبارها ايه. اول ما هعمل رن هو المفترض هيعمل ايه؟ هيقول لي انا عندي حاجه اسمها هوم. طب هوم في عندك حاجه اسمها اندكس؟ هيقول لي ايوه. طب لها فيو؟ مش هيلاقي لها فيو، يعني هو بيسيرش دلوقتي على مين؟ على الفيو. عشان كده راح جاي باعت لي ايرور بيقول لي ذا فيو اندكس، المفترض ان انا هفترض ان الفيو نفس اسم مين؟ الميثود بتاعتي، مش لاقيه، وانا عملت سيرش في كل اللوكال اللوكيشنز اللي موجوده عندك، منها مثلا ان انا دورت على فيو جوه فيوز على هوم اللي كانت اي اس بي اكس او يوزر كنترول، او جوه اندكس مع الشيرد. الشير ده هنعرفه بعد كده ان شاء الله، دي الحاجات اللي هي بتتشارك فيها كل الفيوهات. تمام، اندكس، وكمان لو هي شغاله سي اس اتش تي ام ال ريال رازر انجن، امال اللي فوق ده كله ايه؟ ده الاس انجن، لكن عندي هنا ده الرازر انجن، سواء كان مكتوب سي شارب او في بي انا دورت فيهم كلهم وما لقيتهمش. معنى كده ان انا محتاج لاي اكشن ريزلت فيو. طيب عايز اكريت فيو ببساطه خالص، ممكن اجي على فيو، طبعا فيو فاضي اللي جواه حاجه اسمها ويب كونفج، علشان الكونفيجوريشن اللي بيوصف التعامل مع مين؟ مع الفيو نفسه، من فكره ال اتش تي تي بي بروتوكول، النيم سبيسز اللي انا اشتغلت عليها، الحاجات اللي انا عملتها كلها موجوده هنا. طيب
لو حبيت اعمل فيو باجي اضغط رايت كليك على فيو وابدا اقول له اد فيو من فيوز اد فيو، فبيقول لي هتسمي الفيو ايه. التشيك ده دايما هنشيله لحد لما ناخد فكره اللي اوت او الماستر بيج، اللي هو لو انت عايز تعمل ستايل او نمط ثابت لكل الصفحات فبتعمله لي اوت وبتبدا تخلي الصفحات جزء منه، زي ما بالظبط كنا بناخد الكلام ده في الويب كونفج، اسف في الويب فورمز مع الاي اس بي، كان بيبقى عندنا ماستر بيج وجميع الصفحات بتبقى جزء من الصفحه ديت في شكل الكونتنت بليس هولدر. طيب انا هشيل علامه الصح دي لان ما عنديش ماستر بيج او لي اوت، وابدا اخلي الرازر انجن هو اللي يشتغل ليا للفيو، وهغير اسم الفيو ده وهسميه شو، تمام، وهاجي اقول له اد. بدا دلوقتي يعمل لي الشو بتاعي، فانا هاجي في الصفحه بتاعتي دي صفحه اتش تي ام ال اتضافت عادي خالص، تمام، بس الاكستنشن بتاعها بقى سي اس اتش تي ام ال. هيبقى لنا كمان كلام مع الرازر انجن بس مش في المحاضره ديت، انا كل اللي انا محتاجه اتش 1 يطلع فيها كلمه ويلكم ان اي اس بي دوت نت دوت نت ام في سي، تمام، وتحط لي تحتها مثلا اتش ار. بعض الناس هتقول ينفع اكتب ستايل هنا، ما عنديش اي مشكله، ستايل ايكوال. انت بقى فايده ال HTML5 اللي احنا خدناها هتبدا تبان معانا في الشغلانه، فهبدا اقول له الويت بتاعك هيكون 50%. انا عايز اخلي كلمه H1 تبقى في النص، فهاجي هنا اقول له ستايل ايكوال التكست الاينمنت يكون سنتر. تمام، وممكن كمان اخلي الكلر بتاعه يكون باللون الريد. يبقى انا هنا حطيت الستايل بتاعي كامل. طيب هعمل سيف، وتعالى هنا نعمل ريلود. انا بعمل ريلود لسبب واحد، في المره اللي فاتت كان طلعت لي صفحه فيها ايرور انه ملقاش الفيو، طب المره دي ايه اللي هيحصل؟ تعالى كده نشوف ايه اللي حصل، وهسبقه وهكتب اتش تي ام الهوم دوت اندكس واضغط انتر. هو كده كده ده الراوتنج اللي بيخش عليه او الديفولت باث، بس لما دخلت هنا برضك نفس المشكله، ما عمليش اي حاجه. انت عملت فيو بس ما ربطتوليش بمين؟ بهوم اندكس، صح كده؟ تمام. طب علشان اربط فيو بالاندكس باجي هنا وابدا اكتب اسم الفيو بتاعه، يعني ما بين القوسين كده، لو احنا مسحنا ريتيرن وكتبت هنا ريتيرن فيو دي ميثود، لو انا فتحت الميثود دي لها اوفر رايت اوفر لود اسف، بيقول لي هنا انت ممكن تديني الاي فيو، ممكن تديني اسم فيو، وممكن تديني سترنج اي فيو. هنا حاجه بتنهرت اي فيو، يعني ممكن كلاس بس بينهرت اي فيو اديهوله، وممكن تكون سترنج فيو نيم، وده الاسم بتاع الفيو اللي موجود عندي. طب الفيو ده موجود فين؟ الباس بتاعه ايه؟ اولا لازم اديله بصفه سترنج وابدا بعلامه تلده، تلده معناها الروت بتاع الابلكيشن بتاعي سلاش فيوز، ده الفولدر الاولاني، تمام. لو في فولدر تاني هضطر احط له سلاش واكتب اسم الفولدر التاني. طب هو اسم الفيو ايه؟ شو دوت سي اس اتش تي ام ال، وتعالى هنا نقفل القوس ونديله سيمي كولون، تمام. بكده يبقى انا عرفته، يعني بقول له يا اندكس انت هترجع بالفيو ده، تمام. تعالى نعمل سيف، وتعالى نعمل ران مره ثالثه. يبقى في المره الاولانيه انا ما كنتش عملت فيو اصلا، المره الثانيه انا كنت عملت فيو بس للاسف ما ربطتوش بالاكشن ريزلت او الميثود اللي هتران عندي جوه كنترول هوم. في المره الثالثه كده احنا عملنا كل اللي علينا، يعني عملنا الفيو وربطناه. تعالى نكتب الفيو بتاعنا هوم سلاش اندكس واضغط انتر علشان يوصل فعلا فتح الفيو اللي اسمه شو، يبقى الفيو اسمه شو اتفتح، بس لما ناديت على الراوتنج اللي اسمه هوم. طبعا انا لو شغلت من غير ما اكتب هوم سلاش اندكس هيشتغل، لان هو ده الديفولت ايه؟ الديفولت راوتنج. بكده يبقى احنا وضحنا الفكره الاولى بتاعت الراوت. طيب انا ما ينفعش ابعت قيم تانيه من خلال الرازور، لا ينفع ابعت قيم تانيه من خلال الرازور، زي اني انادي مثلا على قيمه تانيه. تعالى هنا ممكن نقول ان الاكشن ريزلت بتاعي مش شرط تكون اكشن ريزلت، او الميثود بتاعي مش شرط تكون اكشن ريزلت. انا ممكن اجي هنا اقول له بابليك
هبعت مثلا string، تعالى ناخد كذا شكل كده public، وهاجي هنا اقول له string. اكيد الميثود اللي من نوع string هسميها show مثلا، الميثود اللي من نوع string اكيد بتاخد return string، فهاجي هنا اقول له return مثلا welcome in mvc from string function بس كده، وهاجي اخد سيمي كولوم. طيب علشان انادي على كده، احنا لما كنا بنوصل لاندكس كنا بنقول هوم وبعدين سلاش اندكس، طب ما انا عايز اوصل لشو يبقى اقول بس انا ما عنديش فيو هنا، ده انا بريتيرن جمله هتطلع بس على الفورم وخلاص، جاست بس ان انا ايه بريتيرن الكلمه مش اكتر. طيب لو انا جيت هنا وعملت ران، لاحظ معايا هنا انه هيروح الاول يفتح الهوم سلاش اندكس. طيب لو انا جيت هنا ورحت جاي واخد سلاش وكتبت له هوم وخدت سلاش وقلت له شو وضغطت انتر، ايه اللي حصل؟ راح فتح لي الميثود اللي اسمها شو وخد الريتيرن بتاعها حطها في الفيو. طبعا هو ما عملش فيو، هو كل الفكره يا شباب انه عمل ايه؟ الصفحه بتاعي بتعرض منتج، فانا لو دخلت هلاقي نفس الكلام، اي براوزر بياخد كلمه بيعرضها من غير استراكشر، يعني انا ما عنديش صفحه، الصفحه بتكون للفيو. طيب لو انا دلوقتي عايز اكريت ميثود مثلا بيديني انفورميشن اباوت مثلا، المفترض ان انا هاجي هنا وعايز اقول له ويلكم بس برساله مني، يعني سترينج عن ويلكم فروم يوزر، انا عايز اليوزر هو اللي يكتبها. هاجي هنا واقول له بابليك سترينج شو، او خليها ماشي شو تو، وهاجي هنا اقول له سترينج نيم، يبقى انا لازم امرر له قيمة النيم ده. طيب الريتير هتساوي، او الريتيرن بتاعي هيساوي ويلكم بلس النيم، النيم سمول ماشي مفيش مشكلة النيم. تمام. طيب لو انا جيت دلوقتي وقلت له سيف وريفرش او ريلود، هبدأ اشغله مرة تانية، المفترض ان انا هنا هعمل باك سلاش هوم وباك سلاش شو. طيب ليه طلع لي ويلكم بس او اسف شو؟ لا احنا عايزين شو تو، يعني شو لوحدها بتجيب الكلمه دي، لكن شو تو هتفتح لي ويلكم. طب فين بقيه الكلام؟ قال لي بقيه الكلام المفروض انك تمرره من خلال اليو ار ال، يعني المفروض ان انت تديني الكلمه دي من خلال اليو ار ال. طب اديها لك ازاي؟ في عندك تقنيه الكويري سترينج، هاجي هنا واقول له نيم ايكوال مثلا سيد حواس، وجيت انا ضغطت انتر، في اللحظه ديت راح جاي فاهم ان اللي انا بعته ده بيمثل عندي البارامتر اللي اسمه نيم، راح جاي قايل لي ويلكم ايه نيم، ودي هنستفاد بيها بس مع الفيوهات اللي بجد بقى لما تيجي تعمل سيرش من خلال الفيو بتاعك. تمام. طيب ممكن اكشن يكون موجود عندي وارفض ظهوره، وارفض ظهوره، النقطة دي بنقولها بس إن الميثود هنا لها حاجة اسمها اتريبيوتس. تمام؟ الاتريبيوتس بمعنى لو أنا جيت هنا ورحت جاي فاتح تاج كده ورحت جاي قايل لك نو نون اكشن، كلمة نون اكشن معناها إن الأكشن ده ما ينفعش يشتغل، يعني أنا لو نديت عليه تاني ما يشتغلش. تمام؟ هتقولي طب أنا عملته ليه؟ ممكن أكون بعمل له بروسيس أو بروسيس داخل الأبلكيشن بتاعي بس مش عايز حد خارجي يإكسكيوت له أو يران له. بلس ان احنا هنعرف ان شاء الله مع شغل السكيورتي انه ممكن اخلي الاكشن ده ما يشتغلش الا من خلال اوثنتيكيشن معين او يوزر معين هو اللي يدخل يرن الاكشن ده. عشان تبقى المساله واضحه تعالى نعمل ران، وهاجي هنا المره دي واقول له هوم سلاش شو، تعالى نشغل شو الاول فهتطلع شو. طيب تعالى نقول شو تو، كان المفروض يديني كلمة ويلكم فبدأ يجيب لي 404 انه مش لاقي هوم سلاش شو تو مع انها موجودة، بس جاست بس ان انا اديته اتريبيوت اللي هو نون اكشن، يعني محدش ينفع يشتغل بيه. طب علشان اوضح لك الفكرة برضك، انا مش بشرح النقطة ديت بس بعرفك ان انت هتشوف بعض الاكشن عليها السكوير براكت ده بنسميه الاتريبيوت، بس لسه هنتكلم عليه مع الداتا انوتيشنز. طيب هنا كنت ممكن اقول لك اوثرايز للرولز،
اللي ايكوال ادمن. ده معناه الشو 2 لازم تدخل بس لما تكون ايه؟ من جروب الادمن. انت كيوزر دخلت يوزر عادي ما تقدرش تنادي على شو، لكن لو انت مدير او ادمن تقدر تدخل على شو. الفكره بس ببساطه لما تلاقي السكوير براكت هنعرف التفاصيل بتاعها، بس لما نبدا نشرحها ان ديتيلز. انا بعرفك بس ان الاتريبيوت ممكن تتحط فوق الاكشن جاست، بس ان انت تشوف شكلها. طيب كده عرفنا ازاي نبني فيو. طب هو انا كل مره هحتاج اني ابني فيو، هحتاج اني اربط يعني اعمل الفيو هنا وبعدين اخد اسمه واربطه هناك؟ لا طبعا مش دي العمليه اللي بنقوم بيها. عشان تعمل فيو هقول مثلا public action result هسميها شو داتا مثلا. تمام. طيب شو داتا بيرجع بحاجه اسمها ريتير فيو. طبعا ده الشكل اللي انت شايفه دلوقتي حاليا، لكن بعد كده هنعرف ان الريتيرن ده بياخد مني اكتر من شكل. قفلت القوسين واديته سيمي كولون. طب انا عايز ابني لشو داتا فيو، مش شرط اروح ابني الفيو بعدين ارجع اربطه بيه من خلال الاسم بتاعه، لا انا ممكن اضغط رايت كليك كده واقول له اد فيو. اد فيو وانا واقف على الميثود معناها اني بنشئ بنفس اسم الميثود ديت، ممكن طبعا اغيره ده اوبشناليتي، بس ببني بنفس اسم الميثود ديت فيو وهيبقى عارف مكانه. بس طبعا لما هيتنشئ جوه الفيوز مش هيتحط باسم بس، ده هيتحط بفولدر بنفس اسم الكنترول، يعني هيبقى عندي فولدر اسمه هوم عشان يبقى كل الفيوز اللي تبع هوم جوه الفولدر ده. فيبقى الكواليفاي باث بتاعي هو عباره عن فيوز سلاش هوم وبعدين اسم الفيو اللي انا بنادي عليه. طيب تعالى هنا نقول له اد. لاحظ معايا اللي انا قلته، ها هنا بقى عندي حاجه اسمها فيو فيوز، بقى جواها حاجه اسمها ايه؟ هوم. وبعدين راح جاي عامل لي المين، ها تمام، الشو داتا دوت سي اس اتش تي ام ال، وبدا يبعت لي كمان التايتل بتاعه بنفس اسم مين؟ الميثود اللي انا بشغله بيها. طب كويس، انا عايز اعرض هنا وليكن ويلكم ان او هالو، بقى هالو ان اي اس بي دوت نت ام في سي. تمام. تعال هنا نعمل سيف وتعال نعمل ران علشان نشغل الكلام ده. لاحظ ان الفيو انا سبتها فاضيه، وده مش هيأثر معايا في حاجه لان طريقه الكرياته اللي انا عملتها هي ربطت ما بين الفيو وما بين الاكشن ريزلت وما بين كمان الكنترول بتاعها. فكل اللي انا هعمله هنا اني اجي اضغط سلاش واقول له انا هنادي على الهوم سلاش شو داتا. ظهرت معايا هوم سلاش اندكس اللي هي فيها كلمه ويلكم، بس انا لما نادي على شو داتا واضغط انتر ظهر لي كلمه هالو ان اي اس بي ام في سي. بكده يبقى احنا وضحنا كمان فكره ان انا انشئ الفيو صح ازاي ويكون الكلام واضح بالنسبه لي. طبعا تعرفنا على الباس بالنسبه للكويري فاليو. طيب هوقف لحد كده علشان ابدا اوريك انماط بقى. طب افرض ان انا عايز انقل داتا، المقصود دلوقتي ان الكنترول هو اللي بيكلم مين يا شباب؟ بيكلم الفيو. طب كويس، انا عايز انقل داتا من الفيو من الكنترول اوديها للفيو، يا ترى في امكانيه ان انا اعمل الحاجات ده؟ تمام، هنشوفها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي لما ابدا اتكلم عن فكره ال how to pass data between control and view by view data and view back. ارجو ان الفيديو ده يكون وضح لك فكره الكنترول بعمله ازاي وبربطه مع الفيو ازاي. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك ويا ريت تعمل سبسكرايب عشان تشوف بقيه الفيديوهات اللي انا عاملها على القناه. خليك ايجابي ما توقفش المعلومه عندك، شير في الخير. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.